بعد الشات رجعت لها مرة تاني كناس حلوة أوي، بقعد ألعبها وأقعد أتزغزغ فيها تتقلب على ظهرها وأقعد ألعبها وتقعد تلعب معايا. وسيمبا كانت صور لهم فيديوهات أوي وهما الاتنين بيلعبوا سوا. صعبة أوي لأني سهيت فيها على فقدان أحلى حاجة في الدور حبيبتي. وغير كده كمان القطط، مع قلت ان انا بحب القطط ما انتش عايزة قطط تاني. بقى اللي حصل كان لها اخ برضو، ومات الصبح كان لحقنا هو بينا زي دوب رحنا هناك مات على طول، ما لحقناش نعمل له اي حاجة. ودي برضو دوري اخته، قلت ان انا بحب القطط ما انتش عايزة قطط تاني. بس صحيش اول ما ماما بيفرحكم عايشين وما بيموتوا بيزعلوا.